اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين، والتقيكم في حلقه جديده من برنامجكم 10 سكايب حديث عراقي. منذ 17 سنه ولحد الان، منذ عام 2003 عام احتلال العراق ولحد هذه اللحظه، ما انفكت كل الحكومات التي جاءت في اثر الاحتلال وفي ظل العمليه السياسيه، ولم تتخلف عن الحديث عن مشروعها في حصر السلاح بيد الدوله. وهذا الملف الذي تحدث عنه الكثير من المسؤولين، كل أرباب العملية السياسية تحدثوا عنه، وهم من يعني ساعد وروج ودعم انفلات السلاح الحقيقة، لكنهم يتحدثون عن حصر السلاح بيد الدولة. لكن كل هذا الحديث لم يأتي بنتيجة. هذا الملف توسع، ازدادت مساحته، لم يعد يشمل الميليشيات والعصابات فقط، لكنه شمل فئات أخرى من الشعب. عندما تغيب الدولة، عندما يفقد الأمن في الدولة، عندما يفقد الأمن في بلاد معينة، المواطن يستعين بنفسه لحماية نفسه، يستعين بنفسه وبقوى أخرى لتحصيل حقوقه ولهضم حقوق الآخرين. القانون غائب، فبالتالي السلاح هذا المنفلت لم يقتصر على الميليشيات والعصابات، لكن انتقل إلى المجتمع وشمل العشائر. مع الأسف الشديد كانت العشائر على طول تاريخ العراق الحديث، يعني على الأقل منذ تأسيس الدولة العراقية لغاية عام 2003 كانت العشائر العراقية مصدر ثبات للنسيج الاجتماعي العراقي، مصدر أمن وثبات واستقرار للعراق، وكانت تدفع بخيرة رجالاتها بكل صفاتها وتقاليدها ومثلها العليا إلى المجتمع، وبالتالي المجتمع كان متماسك بفضل وجود هذه العشائر ويحتز بها. الآن العشائر تحولت إلى معسكرات لتخزين السلاح، الكثير منهم يعملون في استيراد وتصدير السلاح، في تجارة السلاح، مثل ما يعملون في تجارات أخرى. مع الأسف الشديد تحولت هذه العشائر إلى مؤسسات عسكرية، أشبه بعسكرية، تقاتل بعضها على الأرض، تقاتل بعضها على المكاسب، تقاتل بعضها على الثأر، تقاتل بعضها حتى على حيوانات نفقت هنا أو هنا. القتال بينهم صار حتى بلا أسباب، يعني ربما سنصل إلى مرحلة يتقاتلون لأنهم يريدون أن يتقاتلوا فقط. وهكذا يعني، والمصيبة في كل هذا أن هذه العشائر بدأت تمتلك من السلاح الخفيف والمتوسط والثقيل. الآن الكثير من العشائر تمتلك صواريخ، تمتلك قذائف وأسلحة وأعتدة غريبة عجيبة. أين الدولة؟ أين هيبة الدولة؟ أين القضاء؟ أين القانون؟ هذه كلها مسميات فارغة، غير مجدية، غير موجودة على أرض الواقع، وأحاديث السياسية ليس لها علاقة بالواقع، منقطعين عن الواقع تماما. وهم يعرفون هذا، يعني معارك نشبت وتنشب بين العشائر تستمر ساعات وربما أيام وحتى أسابيع، و يعني أسبابها كثيرة ولا أحد يعرف إلى أين ستنتهي. في عام 2019 قال شرطة البصرة، قال إنه الأسلحة اللي موجودة عند العشائر فقط في منطقة البصرة تعادل ترسانة فرقتين عسكريتين. تقديرات وزارة الداخلية الحالية تتحدث عن 7 ملايين قطعة سلاح خفيفة ومتوسطة وربما أعلى من ذلك، كلها موجودة، مدافع حاون وقذائف ومضادة للدروع، صواريخ كاتيوشا وغيرها موجودة في حوزة العشائر. هذه قضية من أخطر ما يمكن. هذا يدلل على غياب مفهوم الدولة، غياب الأمن، ليس غياب الأمن فقط لكن غياب الدولة أساسا. الأمن يغيب عندما تغيب الدولة، الأساس أن الدولة غير موجودة. الدولة مجرد ميليشيات تحكمها، مجرد عصابات، مجرد انفلات، فوضى سياسية في كل مكان، فوضى في القوانين، فوضى في الإجراءات، فوضى في كل شيء، محسوبية وطائفية وغيرها. وهذه أدت إلى ما أدت إليه، وصار العراق كله مخزن سلاح أشبه ببرميل بارود ممكن ينفجر في أي لحظة. الكل يحمل السلاح، وهذا الذي خلينا نتحدث في هذا الموضوع. قبل أيام، في نهاية هذا الأسبوع الماضي، اندلع يعني نزاع بين عشيرتين في بغداد،
طبعا هذا شمال المدن العشائر تتقاتل ليس في 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 خارج المدن لكن داخل المدن، وخاصة في بغداد الآن انتقلت إلى بغداد، عشيرتين تقاتلت في منطقة المعامل، منطقة المعامل شرق بغداد، قتال شرس، تحولت أجزاء كبيرة من بغداد إلى ساحة حرب، بيوت كثيرة اشتعلت، سيارات احترقت، ممتلكات ضاعت واحترقت، ناس قتلت، وإذا بنا نشهد فوضى عارمة جدا جدا. من المسؤول عن هذا النزاع العشائري؟ لا أحد يعرف، الكل يتصرف على هواه، الكل يحمل السلاح ويتصرف ولا يخاف من أحد، لا قانون يوقفهم ولا أطر معينة توقفهم، وبالتالي تحولت العشيرة التي كانت مصدر للثبات والاستقرار في المجتمع العراقي إلى حالة مشجعة على الانفلات، مشجعة على الفوضى، مشجعة على الخراب. هذا غريب عجيب في هذا المجتمع الجميل اللي كان قيمه وأخلاقه ومبادئه يستمدها من هذه العشائر العربية الأصيلة التي ترعى كل شيء. الحقيقة وراء هذا السلاح ليس فقط ميليشيات وسياسيين، لكن وراء تجارة سلاح ودول معينة وأولها إيران، وهذه كلها تجارة بأموال، انفلات كبير. الحقيقة العراق الأصل في ذلك أن العراق يعيش حالة شاذة منذ 17 سنة لحد الآن، ومن نماذج ومن من 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 تداعيات هذه الحالة الشاذة من صورها صور هذا الانفلات ووصول السلاح إلى العشائر وإلى هذا القتال، فترة شاذة يريد أصحابها أن يسووا كل العراق مع الأرض، أن ينهوا كل شيء، كل القيم والمبادئ، أن ينهوا البشر والحجر. الحقيقة تحويل العراق إلى مجرد رماد، إلى مجرد جزر منفصلة عن بعضها ومتباعدة، ومزق العراق ليتقاتل فيما بينه على قطعة أرض وعلى نهر وعلى نخلة وعلى شجرة وعلى حيوان وعلى زوجة مطلقة وعلى كل شيء ممكن أن يخطر في باله، ويتقاتلوا حتى من أجل القتال ليس لسبب معين لكن لمجرد الصراع فقط. فهذه كارثة حلت في العراق، لا يوقف هذه الكارثة إلا شعب العراق، لا يوقف هذه الكارثة إلا أهل العراق الواعين القادرين على أن يفهموا المعادلة. لا وجود للعراق إلا بوجود سلطة ترعى القوانين، وطنية تحفظ العراق والعراقيين وترعى العراق والعراقيين بكل طوائفهم وكل مكوناتهم وكل فئاتهم. هذه الحقيقة وهذه مهمة الشعب العراقي، عليه أن يدرك وهو يدرك أنه في مصيبة كبيرة، والمصيبة تتسع وتتعمق، وهناك من يريد لها أن تتعمق لكي يتمزق العراق. مع الأسف الشديد أترككم بخير أعزائي المشاهدين، وقت هذه الحلقة قد انتهى، ألتقيكم في حلقة أخرى إن شاء الله.